الى جانب بيركي موا وكذلك ايضا ابراهيم السويركي. الكره في الامام تذهب على طول لكن ما زالت عند اقدام فريق عسكر. حسن حشاش ربما ياتي بالثمار لملاك ورقه رابحه. تنفذ الكره مره اخرى على مشارف المنطقه. اللاعب محمود كايد يستحوذ على الكره وما زالت. يمرر الكره عند اللاعب احمد ابو كشك. بينيه خطيره محمود عبده. يمرر الرضيه والكره والخطوره ما زالت. مش قليل ومش معقول وهدف التعادل الآن. هدف كان يتين أتال النت العنيد في هذه الدقيقة. الواحد واحد مشاهدينا الكرام. المباراة الآن تسير نحو الوقتين بديل الوقت البدل الضائع. ربما راح نحو العصبيات، ربما نحو الأعصاب. مباراة الخوف، مباراة القلق أتت الآن. أحمد أبو كشك يسطر بقدمه اليسرى الهدف في الزاوية اليسرى. الحارس محمد برومي. الواحد واحد والتعادل، هدف التعادل مشاهدينا الكرام. إذا المباراة تولع والمباراة تتجه للأصعب، المباراة تسير للأصعب في الأوقات. هذه الكرة ولا بلاش، هذه كرة القدم. هذا هو فريق عسكر النابلسي يثبت الوجود من جديد. يقول لك ما انهزمتش، الواحد صفر مش صعب، والاتيان بالهدف التعديل صعب. هذه هي كرة القدم، هذه هي اللعبة ولا بلاش. مباراة المستوى، المباراة الآن تسير نحو الخوف والقلق، تسير نحو تحديد المصير بعد أن كان الشباب